بمرحلة 1870 وطلوع، بلشت الدولة العثمانية بهذيك الفترة إنه تعمل تحسينات بالمنطقة. صار في عنا البور ببيروت أعيد فتحه وكبروه، وصار في دعم للاستثمارات الأجنبية مثل السكك الحديدية والترامواي ببيروت. فإجا مستثمرين من لبنان ومن برا اشتغلوا على الاستثمار ويعملوا سكك حديدية، وكان الدعم بشكل غريب، يعني ليشتروا الخطوط صار في مثل مرسوم رسمي لشراء الخطوط، بلا ما يكون في حدا يقدر يعترض إن شريت الخطوط الأراضي اللي تابعة اللي بده ينمشى سكك الحديدية. وكان في سرعة غريبة بهذيك الفترة، تخيل سنة 1891 اجى المرسوم، 1891 ل 1893 اجت المهندسين كلها سوا ودرست الخطوط. من 1893 لل 1895 تقريبا سنتين 3 سنين الا تعمر الخط بين بيروت والشام. يعني اللي بيروح على تركيا بيعرف قديش اليوم الاتراك عندهم شغف لتاريخهم وكيف بيحافظوا على هذا الشيء. يعني صحيح هذه المحطة برياء وتابعة للدولة اللبنانية، بس هذا اليوم كمان ما بيمنع انه الدولة العثمانية، الدولة التركية، ما تكون عندها شغف لحماية هيك مواقع لأنه هي لها تاريخ فيها. يعني نحن اليوم على القليلة تعمل اتصالات لتوقيف التعديات، على القليلة تقرر انه ما خي نحن جبنا لكم مصاري، اعملوا متحف حافظوا عليها. فهمتوا كيف؟ يعني اليوم ما بيكفي بس انه نعمل معرض صور وكذا، تجي العالم تشوف وتزقف وتقول واو حلو هذا التاريخ، ما بدك بالاخير رح نوصل لمرحلة ما في دليل انه هالشي صار بلبنان، لانه كل المعامل التاريخية من الحقب العثمانية وطلوع كلها عم تنمحى. أهميتها نقطة الالتقاء إنه السكك الحديدية اللبنانية كانت توصل 3 كرات، يعني أفريقيا أوروبا وآسيا ببعضهم. فتخيلي كاري هالنقطة الالتقاء اللي كانت موجودة هون قديش كانت مهمة بالنسبة للسكك الحديدية العالمية. فتخيلي اليوم من شي جمعة بنجي بنلاقي إنه محطة سكك الحديدية بده يتغير معلمها وعم ينشغل انه تتحول لسكن عسكري. جيشنا اللبناني نحن على راسنا، الامن العام هذا لبلدنا، نحن اولاد عمنا قرايبيننا كلهم سوا بهيدا السلك. بس كمان في شيء اسمه تاريخ، يعني اذا اهل بعلبك بيقبلوا انه ينعمل سكن للامن العام او لحيلا دير عسكريه بقلب القلعه، نحن بنقبل. مصلحه السكك الحديديه هي واقفه عم تطلع كتير مصاري، لانه كل المباني الاثريه عم تنتهك بطريقة غير مزبوطة. يعني تخيل محطة مريم خايل التاريخية عم تتحول لملاهي ليلية على مرأى العين الإدارة، والإدارة هي اللي عم تأجر هيدا الشيء.